انت مستعجل على ايه؟ هي نيابة هتطير؟ وبعدين انا من حقي اعرف انتوا عايزيني في ايه؟ انت ليه مش راضي تقولي؟ قلت لحضرتك معايا امر ضبط واحضار. ما هو ده اللي انا مش فاهماه، ضبط واحضار ليا انا؟ ازاي يعني؟ اكيد طبعا في ميس اندرستاندينج. امر الضبط والاحضار باسم رشا محجوب. مس سيادتك رشا محجوب. ثانية اهو التليفون بيرن. الو مين معايا؟ الو ايوه يا اميره. مادام رشا حضرتك بتتكلمي من البيت ولا انا بتهيألي؟ نديم فين؟ موبايله مقفول وما بيردش على الدايركت بتاعه، وصليني بيه حالا. لا اصل انا لسه واصله المكتب فمش عارفه اذا كان موجود ولا لا، لو مش موجود تحبي ابلغه حاجه؟ انت هتحوري؟ بقول لك لاقيهولي حالا وخليه يكلمني على طول. طيب ممكن دقيقه بس اتاكد اذا كان موجود ولا لا؟ دقيقه واحده. ايوه مستر نديم، مدام رشا على التليفون. مش عايز اكلم حد يا اميره، قولي لها ان انا سافرت المزرعه وتليفوني فصل. اوكي اميره استني، قولي لها ان انا في ميتنج وان انا هرجع البيت على الغدا، قولي لها كمان انك حجزت لنا على العشاء بره انا وهي، ولما تقفلي معاها عايزك تعملي فعلا كده، احجزي لنا مكان فيري رومانتك، كاندل لايت دينر يعني. اوكي ميرسي. اظن كفايه لحد كده ويلا بينا بقى. انت عملت كده ليه؟ ده انا كنت اون هولد، يعني خلاص كانت هتحولني بيه. مدام رشا من فضلك يلا. طب انا بنتي في المدرسه وانا مش فاتحها شؤون اجتماعيه يا مدام، واظن في شغاله هنا برضو ولا انا غلطان؟ اتفضلي سيادتك معايا. انت خدت ده ليه؟ محتاجه معايا. هو في ايه بالظبط؟ مش عارف والله. اتفضلي.